هذا وتكثف إسرائيل من ضغطها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة وسط مؤشرات لقرب بدء عملية عسكرية في المدينة. وأفادت مصادر فلسطينية بسقوط 9 قتلى على الأقل وجرح آخرين في غارة إسرائيلية طالت أحد المنازل في حي السلطان غربي رفح. وتتمسك حكومة نتنياهو بشن هذه العملية على الرغم من الرفض الدولي لها، حيث تعتبرها ضرورية للقضاء على عناصر حماس المتبقين في المدينة. هذا وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نحو 250,000 فلسطيني غادروا رفح جنوبي القطاع. وذكر المصدر بأن المغادرين لرفح توجهوا إلى خان يونس والمنطقة الوسطى في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة على ضوء الأنباء المتزايدة عن عملية برية إسرائيلية وشيكة في رفح. ويقدر عدد النازحين في رفح جراء الحرب بأكثر من 1,000,000 شخص. محمود عليان الصحفي في رفح في جنوب قطاع غزة ينضم إلينا ليحدثنا عن هذه الأوضاع المأساوية التي يعيشها الغزيون في رفح، مع مغادرة 250,000 فقط وبقاء ربما 1,000,000 شخص مكدسين في هذه المدينة التي تقترب من حرب وشيكة حسب المعلومات الأخيرة. محمود، خياراتهم ضيقة جدا فضيلة. هم من النازحين القادمين من مناطق مدينة غزة وشمال القطاع. بالتسلسل الجغرافي تقابلهم خان يونس أول محطة، وهي التي أصبحت مدمرة بالكامل والبنية التحتية فيها كذلك مدمرة، وهي غير مهيئة الآن لأن تستقبل أكثر من 1,000,000 فلسطيني قد يخرجوا من مدينة رفح إذا ما بدأت هذه العملية ويتوجهوا إليها. لكن إذا ما انتقلوا بعد ذلك فإنهم سيدخلون نطاق المحافظة الوسطى. من الناحية الشرقية هناك مخيم البريج وكذلك مخيم المغازي، وطالهم دمار كبير أيضا نتيجة العمليات الإسرائيلية. ثم دير البلح التي تعتبر ثاني أكبر محافظة اكتظاظا بالسكان وبالنازحين الفلسطينيين الآن خلال هذه الحرب. ثم مخيم النصيرات الذي أصبح اليوم هو على تخوم منطقة نتسريم، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي وتوجد فرق بأكملها الآن موجودة هناك، ويدخل إلى هذه المناطق في أي ساعة وفي أي دقيقة ويعمل بها كما يحصل الآن في منطقة المغراقة التي تجددت فيها الاشتباكات. وبالتالي هذا ما يقلق الفلسطينيين، وهذا ما دفعهم لأن يخرجوا بأول تصريح الآن يمثل النازحين الفلسطينيين ويعبروا من خلاله عن موقف رفضهم لمغادرة رفح حتى وإن بدأت العملية العسكرية أو طالبهم الجيش الإسرائيلي بأن يغادروها، وأنهم لن يدخلوا في مرحلة نزوح ثانية، واعتبروا أن ما يحصل سيكون بمثابة إبادة جماعية لهم. هذه تحديات كثيرة أيضا ضمن كل التحديات التي تواجه هذه العملية المرتقبة. فضيلة، شكرا لك محمود عليان في رفح.